إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة متتبعي قناة الأوفياء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم فيديو فيديو مغاير توصلت به من عند واحد الأخت الله يحفظها والله ينورها الأخت حسوني نوال نتمنى ربي يسهل أمورها إن شاء الله هذه الاخت صيفطت لي هذا الفيديو ديال هاد الكلبه اللي دارت واحد الحادثه يعني قالت لك هادي 3 ايام باش دارت حادثه هذه الكلبه وراها مسكينه ديك الكلبه غير تما مرميه ما عندها لا دواء لا والو هاد الاخت يعني شرات لها الدواء ولكن يعني ما غاديش تقدر هي ايه مسكينه راها على قد الحال كل واحد لحسن عوانه وغادي يشري الدواء وغادي شي وما تعرفش حتى فين تديها نتمنى الاخوان او الناس اللي عندهم يعني درايه ولا عندهم يعني مع جمعيات ديال الرفق بالحيوان ولا باش ولا الناس اللي مسك عليهم الله الا بغاو يتهلاو في هذه الكلبه ويديوها يعالجوها أه، نتمنى ربي يعاونهم ويربي يرجع لهم هذاك الشيء اللي خسروا في الخير راه تهدي حيوان مسكينه ما عندهاش أه، لا فم باش غتهضر ولا لا حول لها ولا قوه نتمنى الاخوان باش تشوفوا من حال هذه وبارطاجيو معنا هذا الفيديو الله يحفظكم نديروا خير في هذا الحيوان وفي هذا الكلبه مسكينه اللي هانتوما تشوفوا ما كتحركش راه باقي غير في بلاصه ولا بقات على هذا الحال غتموت أه ربما هاد الاخت ما غاديش تقدر انها تواكب ولا تبقى ديما حاضيه راه الناس عندها مشاغل والله يحسن العون نتمنى الاخوان اللي شاف الفيديو باش يبارطاجي معنا الفيديو أه حتى تعمل فائده ويشوفوا الناس هاد الحيوان مسكين هاد الكلبه ويتهلاو فيها ولا يشريو لها الدواء ولا يتعاونوا الاخوان الله يخليكم أه بارطاجيو شاف الفيديو بارطاجي معنا وشكرا لكم الاخوه والاخوات ونخليكم تكملوا الفيديو الاخوان هاد الكلبه راها موجوده بحي الامارات يعني من جهه الطريق ديال بوعرفه اللي بغى يمشي عندها ولا بغى يمشي يشوف يعالجها ولا يشري لها الدواء ولا هذيك هي راها في الامارات في حي الامارات